الرئيس الأسد يؤكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة إجراء مراجعة نقدية لأداء الحزب وأطقمه والعمل على إيجاد قنوات تواصل بين قيادات البعث وقاعدته الشعبية لتعميق التفاعل مع المواطنين. أبناء سوريا يجددون قهرهم للإرهاب ويجتازون امتحان الشهادة الثانوية بنجاح. بعد العملية النوعية للجيش قمنا بالسيطرة على كما ترون على هذه المنطقة بالكامل، وأيضا قمنا بالعثور على نفق يصل من حي باب هود إلى حي جورج شياح. صناديد جيشنا العربي السوري يواصلون قصم ظهر الإرهاب ويواصلون تقدمهم في أحياء حمص القديمة. روسيا مشروع بيان مجلس الأمن حول ما يجري في حمص متحيز وأحادي الجانب. هاجمت مجموعة مسلحة منطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري والأفراد القائمين على تأمين دار الحرس الجمهوري. جيش جمهورية مصر العربية يقتل أكثر من 50 إرهابيا ويصيب ويعتقل المئات، ويحذر مع الداخلية من حرب معلومات وتشويه. نشرة أخبار الثامنة والنصف من المركز الإخباري بدمشق، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.